وليد ماهر كان زيري مدرب. شنو سبب الخلاف بينك وبينه؟ المنتخب اليوم أولمبي نعرف الخلاف بينك وبينه. تي مش خلاف راهو معناها متاع صغر أنا فما مرة وقتها صار الحكاية. تي ماهر راهو معناها نتقابلوا بالبوس وبالتعنيق وكل شيء. أما في وقت إخويا سبحان الله هو ممكن أنا بالنسبة لي ما نقنعوش ولا ما نعرش أنا ما فما راي موجودة هذه اليوم مثلا فما ملاعب يعجبني وملاعب ما يعجبني شو بتيتر أنا ما نعجبوش هكا تركيبتي وطبيعتي ولعبي يفضل ناس أخرين سبحان الله. أما شنية في الشارع وفي كذا نسلمون عنق بعضنا ونبوسوا كاو.